والله انا من بيئه رياضيه، يعني اخوي الكبير كان لاعب كره بعد العربي، واخوي الثاني يلعب العاب قتاليه اللي اكبر مني باربع سنين. انا سبحان الله كنت لاعب كره نفس اي بيت كويتي اتوقع لازم في احد يلعب كره، وبعدها لعبت العاب قوه، لعبت لعبه يمكن ما حد يعرفها وقليل اللي يعرفونها اسمها باركور، اللي هي عباره عن حركات معينه وكذي. واخر شيء لعبت قدم صالات، حاشتني اصابه قطب الرباط الصليبي، بعدها خلاص كملنا حديد. كنت اتابع خالد الكاظم، اتابع الكابتن بدر الحسن، اتابع وايد مدربين منهم اجانب منهم كويتيين، فحبيت العيشه اللي هم عايشينها، حبيت الوضع، فحاشني فضول ابي اجرب اشوف شنو النتيجه. هل انا اسمع انه يقولون مثال اللاعب الفلاني جيناته زينه، اللاعب الفلاني ما عنده جينات، فكنت بشوف انا شنو ممكن اكمل بهاللعبه ولا لا، والحمد لله توفقنا فيها ان شاء الله. بلشت العب، انا العب من عمري 17 سنه، بس طبعا بدون يعني لا تغذيه افهم ولا تمارين، يعني كان مثل ما تقول اخر الاولد سكول اللي موجود، شنو اللي تعلمته من المدربين شويه كذي على قدي، كابتن بدر الحسن وخالد الكاظم. خالد الكاظم دعمنا يعني من ناحيه حتى تصوير، وقفته ويانا اثناء البطوله قبل البطوله، كان ما يقصر ولا شيء، هو الكابتن بدر الحسن. يعني ما عندي الامكانيه، مثال اللي يلعب بودي بيلدينج الاحجام الكبيره ممكن ياكلون 9 وجبات، هم على طريقه الجسم تركيبه الجسم ما شاء الله ممكن هم يشيلون عضلات اكثر مني، انا هذا اعتقد ان هذا حد جسمي ما اقدر اشيل كميه العضلات، وهم يعني هو صعب وانا مو حاب ان اكون وايد كبير. لعبه الفيزيك عباره عن بس اطوال، شوفون طول اللاعبين وكل واحد يدش مع اللي بطوله. لعبه الكلاسيك فيزيك لا، فيها اطوال وفيها وزن، ويختلف حتى نوع الشورت يختلف. لعبه البادي بيلدينج نفس قريبه من الفيزيك، بس طبعا الاحجام اكبر، وهم طريقه شورت غير، واعتقد ان فرق الوضعيات. اول بطوله شاركتها قبل سنه تقريبا، سنه له، كانت في فنلندا، وكانت اول تجربه تقدر تقول هي اللي اعطتني الثقه، هي اللي يعني اعطتني بوش اني اكمل باللعبه. الحمد لله رحت وصارت لي مشاكل بالسفره، يعني انا كوني ما اعرف انجليزي زين، فكان صعب اني اتعامل معاهم، وكنت ساكن بمنطقه ورحت لمنطقه ثانيه مكان مدينه البطوله، انا اسف. فالحمد لله استمتعت بالسفره غير البطوله، والبطوله الحمد لله حصلت فيها على 3 مراكز، ومنهم اللي ممكن ينحسبون الرابع اوبن على الكل. نظام التحكيم احنا مو نفس البودي بيلدينج، احنا عندنا وضعيتين اللي تكون الجسم من قدام والظهر بس، اما البودي بيلدينج لا، دش وياها الرجل، شوف عضلات الريل قويه مو قويه، ممكن فيها نقاط، احنا ما عندنا الريل ما فيها نقاط، يركزون على الجسم الجزء العلوي من الجسم. شاركت بطولة ثانية بعدها يمكن ب3 شهور، كانت بعمان بس باتحاد ثاني اسمه إلت، أنا شارك ببرو شاركت بهذا اسمه إلت، والحمد لله ما توفقت، يعني يمكن بالعكس أنا أقول هالنقطة لأن الخسارة علمتني أكثر. يعني أنا يمكن تقدر تقول أول بطولة مثل اللي يعني ما أبي أقول انغريت لا، بس حاشتني ثقة مفرطة. من بعدها يعني الدرس هذا الحمد لله تعلمت منه، فرديت اجتهدت والحمد لله بعدها شاركت ببطولة بالنرويج، هم حصلت على 3 مراكز. كان فيها عدد كبير، كان فيها منافسين من نفس الجروب، احنا تبع لاعبين عند بدر الحسن، كان في لاعبين وياي يعني اتمرن وياهم وكذي، فكانت المنافسة وايد حلوة، وايد حلوة، كانوا ويانا شباب من السعودية، شباب من البحرين، وايد حلوة كانت. الحمد لله راضي جدا، راضي والحمد لله يجيني شعور ان تعبي اللي تعبته ما ضاع. يعني الحمد لله استثمرت التعب هذا بالبطولة. يمكن نفس اي لاعب كمال اجسام الاكل يكون محسوب، اغلب الاكل تقريبا عيش ابيض وصدر دياي، ممكن تغير بس اشياء بسيطه جدا، تونه ستيك لحم مره يكون بالاسبوع بهالطريقه. يعني اول ما بديت اللعبه كنت صغير بالعمر 16 17 سنه، فكنت اكل اللي ابيه، شو اللي موجود، مطعم فطاير، وما كنت اشوف تطور، فكنت اعتقد ان الخلل فيني ان انا جيناتي مو زينه،
بس من دشيت عند مدرب فاهم مثل بدر الحسن علمني الأساسيات، لأنه مو بس يعطيك المعلومة، هو يعلمك شنو المعلومة هذه. فاستفدت منه وايد، الله يجزاه خير، والحمد لله فرق وياي الموضوع، فرق وايد بشكل جسم، من ناحية صحة، من ناحية وايد أمور. أنا أجهز أمشي على كلام الكابتن، ومن يقول لي إن شاء الله في بطولة قريبة وكذي أجهز لها وتوكل على الله. ما يغارب 6 شهور كافي، هو يفضل أكثر، بس من 6 شهور إلى 4-5 شهور ممكن كافي تكون. لاعبين كمال أجسام كلهم لازم يكونوا ناشفين، يعني مستحيل لاعب يدخل المسرح ما يكون ناشف، لازم يكون ناشف. ممكن معدل فات يكون 3% أو أقل، في ناس ممكن يوصلون أقل. أنا يعني دشيت اللعبة عندي كسر بالترقوة وعندي غطاء بالرباط الصليبي، فالحمد لله اللعبة هذه عدلت وايد أشياء فضل من الله. طبعا تحسنت وايد، غويت إيدي، غويت ريلي، فالحمد لله الحمد لله. بالعكس يعني أشكر الله ثم اللعبة، اللعبة عطتني وايد أشياء الحمد لله. لأن رياضة الحديد عبارة عن أوزان، أنت لو تحوشك الله يكافيكم شر، لو تحوشكم إصابة بعد العملية لازم تقوي، فأنت أساساً تمرينك عبارة عن تغوية. أعتقد هذه الفكرة قديمة أن اللعبة مو زينة، اللعبة مضرة، بالعكس الحين شفنا دكاترة ينصحون، شفنا مدربين فاهمين، لما يعطيك المعلومة يعطيك المصدر، يعطيك من وين خذ المعلومة. وأشوف الحين بالعكس الحمد لله الشعب بالذات عندنا بالكويت صار واعي باللعبة، مو نفس يمكن قبل الجيل القديم، لا كانوا يجربون يعني يسووا أشياء غريبة شوي. الجيل الحالي لا، صار جات له المعلومة جاهزة، بس عليه التطبيق، لازم يشد حيله، يجتهد، والله يوفقه. أنا ببدايات اللعبة للحين، إن شاء الله ممكن فترة معينة إن شاء الله نحاول ناخذ كرت الاحتراف، ونهاية اللعبة هي اللي يوصل مستر أولمبيا مثل كأس العالم كرة القدم، هذه أقوى بطولة عندنا بكمال الأجسام. من ناحية فيزيك أو كلاسيك فيزيك أو حتى الأوزان المفتوحة.